Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ismat Fatima Lakhani, daughter of Haider Ali from Mahua. मैं सूरह आला की तिलावत करने जा रही हूँ जिसमें 19 आयतें हैं और ये मक्का में नाजिल हुई है। औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक फसव्वा والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم فرجا بهم.